اقول حضرتك معلومه يا سياده السفير، لان انا عارفه ان حضرتك بيجي لك تقارير في مجلس الوزراء للمتابعه. لا يا فندم، الرز مش موجود على كل بطاقات التموين. في قرى ومحافظات كامله، وهذا الكلام على مسؤوليتنا احنا في كلام تاني، لان احنا نزلنا وشفنا ده بنفسنا، ما في الناس مش لاقيه رز على بطاقه التموين، وحتى كمان بيتقال لهم بدل نقاط العيش بدل ما تاخدوا رز خدوا حاجه تانية، وبيتاخد الرز بتاع فرق النقاط ويتباع بره. يعني احنا فين؟ يعني اذا كان في يعني معلومات محدده عن ده، كلام الرقابه الاداريه يا فندم، ده تقارير الرقابه الاداريه مش كلامنا احنا. اذا ما كان ده طبقا لتقارير من الرقابه الاداريه، فكل تاكيد هيتم اتخاذ اللازم بالتعاون بين الرقابه الاداريه ووزاره التموين داخل مجلس الوزراء، بحيث يتم مجابهه هذا النقص في هذه السلعه. ولكن طبقا للتقرير اللي تم تقديمه بالامس، فانه كافه السلع داخل البطاقه التموينيه ليها رصيد كافي داخل الدوله، وان كان هناك في بعض المعوقات في ايصال عدد من السلع لعدد من المناطق المحدوده في بعض المحافظات، فده امر بيتم التغلب عليه. لكن داخل الدوله الرصيد الاستراتيجي من السلع المختلفه التموينيه رصيد كافي، وليس هناك اي نقص فيها. معالي السفير، ليس هناك اي نقص وفقا للتقارير اللي بتيجي مجلس الوزراء، لكن على ارض الواقع، الواقع بيقول ان هناك نقص في هذه الكميات. نمره اتنين، الناس بتقول هو كان لازم الرز يوصل لسبعة جنيه عشان تبدا الحكومه تتحرك وتقرر ان هي تصحح اوضاع خطا وتبدا تستورد هذه الكميات من الرز. يعني بكل تاكيد توافر السلع وديناميكيه التصدير والاستيراد ده امر مهم، وبناء عليه السيد رئيس الوزراء وجه بانه هيكون في اجتماع اسبوعي لدراسة حركة الأسواق بالنسبة للسلع المختلفة، بحيث يتم اتخاذ القرار مبكرا إذا ما كانت هناك في مؤشرات لنقص إحدى هذه السلع. المهم الآن أنه تم بالجاري استيراد 80 ألف طن رز، وده بيفوق احتياجات السوق المحلي، وهيعمل على انخفاض كبير داخل سعر هذه السلعة في الأسواق داخل السوق المحلي.